مساء الخير. الشخص اللي بدي اشكره الليله شخصين بالحقيقه. صحيح لكل واحد دوره ومكانته بحياتي، ولكن باشتراكي باستوديو الفن كانوا شخص واحد وراي وحدي وقدامي ومعي. هن غسان ودليدا داغر، بي وامي. انا بنتن وندرت حياتي تكون عند حسن ظنن. نهار اللي كنت دمع كانوا يمسحوا لي دمعتي بمحبتن، ونهار اللي كنت افرح كنت حس حالي عم برقص بقلبن فرح. اذا خسرت اليوم وما بعد خساره، رح امشي بتعليمن انه الانسان اللي ما بيخسر ما بيربح، واللي ما بيعرف يتقبل الخساره مش ممكن يعرف قيمه الربح. انا بودعكن على تحدي جديد بحياتي، انه لو شو ما كانت النتيجه الليله، الخطوه المقبله رح تتكلل بنجاح اكبر، وهيدا النجاح بهديه من هلا لهالشخصين اللي عم بشكرهم، امي وبيي بحبكن كثير.